بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. حقيقة اليوم حضرنا إلى حفل تخرج هذه الدورة الطيبة، هذه النخبة الطيبة من هذه الجامعة اللطيفة التي قدمت كل المعارف. نتوجه بالشكر الجزيل إلى السيد عميد الكلية، السيد معاون عميد الشؤون العلمية، الأساتذة الأفاضل، السيد رئيس القسم التحليلات المرضية، كل الكادر التعليمي، كل هذه الجامعة، كل هذه الجهود المباركة التي خرجت هذا الجيل إن شاء الله الذي يرفد العلم والناس بخدمتهم الطبية. نشكر الجميع على هذه الجهود. كان اليوم هو حفل أو صورة تخرج المشمولة بهذا العام، فنشكر الكادر التدريسي لقسم التحليلات المرضية كلية التقنيات الطبية والصحية، ونشكر رئاسة الجامعة والكادر التدريسي والهيئة الإدارية والعلمية على تواجدهم ويانا، والحمد لله رب العالمين بفضل جهودهم، بفضل إدارة الجامعة، بفضل كادر التدريسي ما قدرنا نوصل لهذا اليوم، ما حصلنا بثمرة تعبنا، ما قدرنا إلا بجهودهم، إلا من خلال دعمهم إن كان الأستاذ أو الدكتور أو حتى الكادر التدريسي ما يتضمنه الجامعة بكل ما تحتويه من أفراد، ما وصلنا لهذا اليوم لولا جهودهم. فالحمد لله رب العالمين، تخرجنا قسم من الطلبة، الحمد لله تعينوا معيدين، الحمد لله رب العالمين طلعت من الأوائل على القسم وتعينت في جامعة الكفيل على كلية الصيدلة. فشكرا جزيلا لكل من شارك في هذا الإنجاز. اليوم مشاعرنا كلش جميلة وحلوة، اليوم تخرجنا وهذه الفرحة اللي كنا منتظريها أكثر من 16 سنة تقريبا، لأن هواي ظروف مرينا بيها صعبة على الرغم من الأمراض اللي مرت علينا، بس الحمد لله تجاوزنا هالمراحل هذه والحمد لله تخطيناها، واليوم يوم يعني فخر بالنسبة لنا. الحمد لله والشكر، اليوم وصلنا إلى نهاية المشوار وأخذنا صورة التخرج، وكل الشكر وكل التقدير اللي وصلنا لهذا المستوى اللي هم والدي ووالدتي، وكل الشكر والثناء إلى أساتذة جامعة الكفيل دكتور نورس الدهان رئيس جامعة الكفيل المحترم. احنا فرحة للمتخرجين ان شاء الله تعالى صابر اللي انتم من اصل اجيتوا للجامعة، اسال الله سبحانه وتعالى ان يفرحكم مثل ما فرحتوا. شكرا جزيلا بابا.